السلام عليكم خاوتي وخواتاتي ومرحبا بكم جديد في قناتكم اخبار بلادي سمحوا لي خاوتي الصوت راه داير هكا لاغريب راكم على بالكم يا تاع الصيف واعره في الاخبار عندنا مواضيع جميله جدا كانت هنالك يعني استعراض عسكري امام الرئيس عبد مجد تبون ونبوءه الجزائر تعاودت للحدث الكثير من الصفحات الان رأي تتحدث عليها يعني قادر تبينكم شابه وقاع بصح شرسه وقويه جدا في نفس الوقت خاوتي ايواجيني واستعراض عسكري تم رفع فيه العلم الفلسطيني هذه رسالة مرعبة لكي ينتظر ان الجيش الجزائري باكمله يدعم فلسطين هذا في الاخبار راح معكم المؤامرات تستمر في تيارة عمليات التخريب التي طالت انابيب المياه في تيارة تستمر للاسف هذه المرة العاشرة ولا 12 اللي صار هذه المرة هذا الامر راح اشارك معكم الفيديو ونعطيكم راينا حول الموضوع كما قلت لكم الكثير من المواضيع الهامة للغاية تهم بانه المرو تسرق الكباش من الجزائر على هذيك الاسعار تاع الكباش في العجات غاليه آه راح معكم هذا الموضوع ونعطيكم راينا الحقيقي جريمة قتل بشعة في عنابة يعني صراحة من أبشع ما سمعت أيضا أعمال بناء الحائط بين الجزائر والمغرب بدأت بالفعل راح نشارككم معكم الموضوع بالفيديو كما شفتوا هذه هي أبرز عناوين الأخبار اليوم قبل ما نبداو بالتفاصيل ما تنساوش أرجوكم تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب تشتركونا في القناة وتفعلوا الجرس الأمور هذه كلها تدعمنا شكرا خوتي بلا ما طول عليكم يلا للتفاصيل كما راكم تشوفوا خاوتي راهو ديجا تم البدء في بناء الحائط بين الجزائر والمروك الامر راه يتم تصويره من المروك <applause> كما بكم خاوتي هذا الحائط كنا حكينا عليه في فيديو سابق وقلنا لكم بلي الجزائر تبدا تبني في الحائط اذا بدات تبني هذا السور خاوتي راح يكون مكلف للغايه كما قلنا لكم قادر حتى يتجاوز المليار دولار خل لانه هذا السور ماشي كما تاع اللي بين امريكا والمكسيك انتم في الحائط خاوتي هل ترون انه عالي بما فيه الكفايه هل ترون ايضا انه راح يمنع دخول المخدرات بين الجزائر و ولا من المروك الى الجزائر يعني هوليكم مثلك عندهم صور في جهتهم باش تشوفوها هذا انتم في هذا الموضوع خاوتي خبروناكم في التعليقات انا راح معكم فيديو لتفاصيل مرعبه الان تحدث في عندنا سبحان الله سمعنا بكل انواع جرائم القتل لكن السراقين هذو الملعونين خاوتي يجب تطبيق حكم الاعدام فيهم من الاخر لان امور مثل هذه ما تحدثش من طرف الانسان العادي يعني لازم تكون وحش بشع والمشكل ما هوش وحش واحد زوج وحوش زدموا على منزل في عنابة زدموا باش يسرقوه لقاو طفلين ثمك خاوتي واش دارو لهم ذبحوهم ايوا جينيو جريمة قتل مروعة بالسهل الغربي ليزالمون بعد قيام مجهولين بسرقة منزل وذبح طفلين وجدوهم أه في المنزل الله ينعلك اسرقوا روح عليه تذبح في الاطفال يا رحمتك المجرمين تاع الصهاينة خاوتي هذو اسوأ قال لك المجهولون قاموا باقتحام الشقة بعباء بعمارة مقابل الابتدائية العنايلي أحمد بحي 400 مسكن لا كناب أيضا كشفت الموضوع من موقع آخر قال لك لا لا مشي طفلين آه عجوز وحفيدها اللي في عمره 14 سنة الله يرحمه الآن خوتي هذو اللي نفذوا العملية مولوش مجهولين لأنه الجيران رب يعرفوهم قال لك الواقعة نفذها رجلين ومرأة في الوقت الذي كانت فيه والدة الطفلين تعمل في بلدية عنابة قبل أن تتفاجأ خلال عودته بالجريمة يا لطيف تروحوا تخدموا وتولوا تلقاو الجدة ميتة وحفيدين ماتوا يعني زوج أطفال مشي واحد سمع عائلة بأكملها تم ذبحهم من طرف هذو السراقين قال لك يبلغ عمر الطفل المتوفي 14 سنة والجدة أستاذة متقاعدة في التعليم، في حين الطفل الصغير نقل على جناح السرعة إلى المستشفى ابن راشد بعنابة، له إن شاء الله يسلك منها، أما اللي نفذوا هذه الجريمة فيجب تأت يعني حكم الإعدام فيهم من الآخر، للأسف الشديد خاوتي احنا عندنا في الأخبار ما يعطيكش تفاصيل حول الجونات يعني الملعونين اللي داروا هذه الجريمة، بيشاركوش معنا أسماواتهم ووجوههم خلونا نشوفوا يا الرب. الجريمه هذه اللي داروها ذبحوا الاطفال بيهم بالعجوزه باش يسرقوا يسرقوا روح وحنايا نخافوا على مشاعرهم لان خبولهم الهويه تاعهم خلي الشعب الجزائري يعرفهم الان مسكينه الام هذه اللي تخدم باش تجيب قوت تاع ولادها خلاص موليش عندها موليش عندها ما عندها تخدم ما عندها عليه تجيب القوت لولادها وانتم تيموجيني والذاكره هذي راح تروح من مخها يعني راهي مليحه اذا ما هبلتش يعني خص روحيات اربعه اشخاص والعائلات تاعهم باكملها تبان يجب يعني حاله استثنائيه الدولة طبعا مش احنا بخصوص المجرمي الكلاب اللي حوسوا يعني الشر الشعب الجزائري المؤامرات تستمر في الحقيقة الان الامر ما ولاش مؤامرة صاي لانه في كل دورة نلقاو تيو في تيارة يطرطق الان هنالك احتمالين التيوات تاع تيارة المربوطين بالمياه يا اما مخدومين يعني مدغولين ما وش معنقينهم تحت الارض بزاف يا اما هنالك محاولات لاستهداف التيوات باش يخلوا الشعب التيارتي يسوفري بالعطش وبالتالي يتلام الوالي اللي راه يدير كل ما عليه من اجل توفير المياه لشعب تيارت لكن تستمر هذه الحركات كلك مدير تيارت مجددا هل هو غش في المشروع ام احتراء الانابيب توصيل ام استهداف منهج اذا كان استهداف من يستهدفها وما الغرض من ذلك هذا ليس الفيديو الاول والوحيد خاوتي هنالك فيديوهات اخرى <applause> كل شاركنا معكم في السابق فيديو هذا خاوتي لاني تيو ويعني احدث وديان باكملها في تيارات كمية المياه اللي ضاعت يعني عبارة عن خزانات يمكنها تموين مدن ضخمة باكملها في الجزائر انتم شاركوا في هذا الموضوع في رايكم من وراء هذا الامر خبرونا في التعليقات بخصوص المؤامرات ضد الجزائر كثير من الاخبار الان تقول باللي في الحقيقة المروك هم اللي سرقوا الكباشة تاع الجزائر وعلى جالهم اللي كانت الاسعار زايدة وفي العيد خالتي الموضوع خرطي وحشاكم ريحه الفوحه وما منها اصلا شوفوا عيب الان نبداو كلش في المروك ايه المروك سبب لادروك في الجزائر والمروك ايضا عندهم الكثير من الادوار يتجسوا على الجزائر وكلش لكن موضوع الكباش ليس للمروك يد فيه المروك ايه صح سرقة حاجه سرقة سلاله الكباش الجزائريه ونتربيها تربيها في المروك لكن باش تقولي بلي السبه اللي خلاو العيد الكبير يجي غالي وحنا ما نقدروش نشرو يعني هذا هذا الامر تبهديلة يعني المغرب قدرت تدخل لنا في الامن القومي وتدنا كباش هذا امر ما يتقالش هذا امر ليس صحيح الجزائر ما تقدرش تجي للمغرب وتسرق لها كباشها تحت عينيها خاوتي يعني امر مستحيل الخلل راه فينا وبيناتنا والحل راه عند المسؤولين الحلاله ديال الجزائر كان درا غربه

عاش الملك عرفت تقول الملك راه يهزر فيهم. السلاله ديال الجزائر، ديال الجزائر محبوبه وللاسف ولات ما تصحش حتى للجزائريين. تو واش في الموضوع حاتي خبروناكم في التعليقات. بخصوص الجزائر كانت هناك كان فيديوهات جميله جدا لاستعراض الجيش الجزائري. اللبؤه الجزائريه وحسناء الجزائر صراحه ما نعرفش اسمها ولكنها في كل مره تحدث يعني آه هذه العروض العسكريه الا تكون هي البطله تاعها لأن الجزائريين كلهم يبداو يتحدثوا عليها والان في هذا الفيديو تقدروا تشوفوا قوه كبيره جدا لهذا الجزائري اللي قدرت بريكم جميله وهي بالفعل جميله ولكن في نفس الوقت قويه جدا وهذه هي حقيقه الجزائر باكملها يعني هذا الجنديه خاوتي تعطي صوره للجزائر جميله وقويه على بالي آه بشوي تبونو وما شيت له لكن حتى الرئيس عبد المجيد تبون عجبه عجبه الاستعراض اشارت الكثير من الفيديوهات ان الرئيس تبون تاثر جدا لدرجه انه الدمعة سبقا لكم مركب تشوفوا فيه فيه في هذا الفيديو خاوتي والى استقلالنا بالحرب قمنا لم يكن يصغى لنا لما نطقنا وزنا تقدروا تشوفوا تاثر الرئيس عبد المجيد تبون هنا خاوتي والصحراء قاعد يبكي الجزائر على الجباه اليوم نرسمها بخصوص الاستعراض حدث شيء جميل جدا خلال الاستعراض تم رفع العلم الفلسطيني من استعراض الجيش الجزائري استعراض الجيش يعني هو صوره للجيش خاوتي والجنود الجزائريين ايماجيني وتم رفعه جنبا الى جنب مع العلم الفلسطيني يعني مش تحط العلم الجزائري زعما في لا لا يعني بنفس الدرجه وهذه رساله خطيره جدا وهنا راهي مكتوبة ثابتة مواقفها، يعني الجزائر ثابتة مواقفها دائما تدعم القضية الفلسطينية. كما قلت لكم هذه رسالة مرعبة تظهر أن الجيش الجزائري بأكمله يدعم القضية الفلسطينية وهي رسالة للصهاينة. الجزائر ثابتة بمواقفها. ستبقى الجزائر ثابتة بمواقفها عاصية على أعدائها وفية لأصدقائها. نساند القضايا بعدل وعلى حمى الوطن نذود. حتى وإن عزَّزوا ظلمَهم علينا بالجهود نحن أناسٌ نُسدِي الجميل ونرعى ذمام الصديق الودود من ساح الفداء نعاهدكم من ساح الفداء نعاهدكم من بلادنا تباركنا صلوات الجدود الجزائر ثم شركوا في هذا الموضوع صراحة اللحم شوك الآن أروح أشوف استعراض ذبوة الجزائر ردد نشيدك في الزمان وطف به فوق الدنا واجعل سماءك جيش الجزائر بالشهيد يميننا قسما به فداؤه لن تهدرا احررنا ثورتنا صرختنا دوت فايقظت الدنا والاعصرا عجبني حكى المايك يقول وش رايكم خاوتي في هذا الاستعراض المبهر؟ خبروا ليكم في التعليقات. اخيرا حبيت نشارك معكم هذا التصور بالخف. مشروع طريق السكك الحديديه الان يجري ويمشي على قدم وساق. مشروع الان تستخدم فيه الجزائر هياكل ضخمة باش يكمل في أسرع وقت وبالفعل الريزولتا يبدا تبان خاوتي علاه نزيد أنا معاولة تكملو لأنه هذا ماهوش مجرد يعني طريق للتنقل ولا أداة للتنقل لا خاوتي المشروع راح يضمن نقل الفوسفات الخام من جبل العوق بتبسة نحو وادي الكبريت بسوق هراس وهذا الصور اللي كنتو تشوفوا فيها معنا يعني تقدم أشغال ازدواجية وتحديث الخط المنجم الشرقي في مقاطعه في, في مقطعه الرابط بين وادي الكبريت وجبل العنق الممتد على مسافه 176 كيلومتر وبسرعه اسم مقاطعة هذا راح يمشي 160 كيلومتر في الساعه للجزائر القاره بضخامتها راح تصبح التنقل فيها سهلا وسريعا وهو تحدي ضخم توشكوا اخوتي في هذا الموضوع خبرونا لكم التعليقات كبركم شوفوا اخوتي رانا وصلنا لنهايه الفيديو اذا عجبكم ما تنساوش ارجوكم تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب وزيدوا في طريقكم اشتركوا في القناه وفعلوا في الجرس الامور هذه كلها تدعمنا وتدفع حمله الله راح احفظكم خاطي صحيتوا على المشاهده والى اللقاء